احمد هتتاخر يا اخي. قوم. صباح الخير يا لؤي. صباح الفل يا حماد. ممكن بقى تصحى وقبل ما تنزل توضى بسريرك، انا النهارده ورايا مليون حاجه اعملها قبل ما اروح الكليه. يلا اصحى بقى. حاضر يا فندم. يلا يا احمد الشاي هيبرد. ليلى انا عايز اشتري قميص بقى. وانا كمان عايزاك تشتريه، بس اديني فرصه. انا مجمعه شويه اخبار هوديهم الجورنال، واول ما اقبض هجيب لك اللي انت عايزه. انت بقى زي بقى اصحابي، انت ما تعملش مقايسه لكل طلب مهما كان صغير. ده متوقف عليك. علي انا؟ طبعا يا استاذ. اكسب بقى الجائزه الاولى في حل الفوازير ولا الكلمات المتقاطعه؟ حظك الحلو الوحيد هو شغلك، والجايزه المضمونه هي الشهاده. ذاكر وتخرج واكسب، وساعتها هتعرف ان احلى حاجه ممكن تشتريها هي الحاجه اللي اشتريتها بفلوسك اللي كسبتها. يعني انت بتبقي سعيده بالكام قرش دول اللي بتاخديهم من الجورنال؟ ياه يا احمد، اول فلوس قبضتها عن شغل انا عملته كان حاجه تانية خالص، غير المعاش وغير المصروف اللي بابا الله يرحمه كان بيديهولي، كان ليهم فرحه تانية. وعشان كده بتشتغلي؟ لا، الشغل في حد ذاته متعه، الواحد يدفع لها مش ياخد. انما الفلوس دي بقى عامله زي النجمه اللي الواحد كان بياخدها زمان في الكراسه لما يحل الواجب كويس، حاجه تخليك سعيد انك خدت دليل تفوقك ومكافاه على مجهودك. عبالنا يا رب. مين اللي قفل الباب؟ فوزية؟ يا فوزية افتحوا يا جماعة. سامح افتح يا سامح. لا خليكي كده، اما اشوف هعرف امشي كلامي عليكي ولا لا. ليه كده بس يا سامح؟ انا هتأخر على المحاضرة. انا خلاص اندوشت بالكلام الفارغ ده. محاضرات ايه وكلية ايه؟ مفيش خروج. افتح بس نتكلم. افتح يا سامح. مش هفتح. قلت امبارح انك هتقعدي معايا النهارده. سيبني اخرج النهارده وبكره نبقى نقعد. انت ما بقالكيش كلمه، كل يوم تقولي لي بكره، ده كلام عيال ده. أوه. انا كده هتاخر على المحاضرات، انا متاخره خالص عن كل اللي معايا. انا ورايا حاجات كتير. وانا ما ورايش حاجه، واعد لك اما اشوف اخرتها معاكي. فين بس يا بابا؟ أنا عارفة اتأخرت ليه المرة دي؟ على فين؟ كوباية اللبن. بابا أرجوك اعفيني النهارده من كوباية اللبن دي، ماليش نفس. ده أهم من الأكل ده كله، دي القيمة الغذائية. عارف يا بابا عارف، بس أنا النهارده اتأخرت وحضرتك كمان اتأخرت. مالكش دعوة بيا، ما تعملنيش حجتك، اشربها بس. حاضر. بتعمل ايه يا بابا؟ بعمل لك سندوتش. يا بابا ما تتعبش نفسك، انا حقيقي شبعت، وبعدين مش معقول هطلع سندوتش من الشنطه واكله وسط زمايلي. اللي يعجبك. خدت كل الكشاكيل بتاع محاضرات النهارده؟ ايوه تقريبا. تقريبا؟ هراجعهم بنفسي. ها مظبوطين؟ لا. انت مش عندك رأي عام النهارده؟ فين الكشكول بتاعه؟ اه ده استلفته مني واحده زميلتي سعيده. بابا استنى عندك، انت نازل كده؟ ما انا كل يوم بنزل كده. لا ده انت طول الليل بتكوح. خد دي سعيده. بابا يتطلب إخراج الصفحة الأولى في الجريدة أن نحدد عدة أمور.
أولا المادة المطلوب وضعها في هذه الصفحة. اثنين العنوان الرئيسي أو المنشط. ثلاثة الكاريكاتير. أربعة الأخبار. خمسة الإعلانات. تأخرت ليه؟ مفيش دخول محاضرة بعد المعرض. تفضل. ثلاثة الكاريكاتير. هي اللي جاي. أربعة الأخبار. خد يا سيدي ادي لستة المراجع اذا كنت عايز تعمل البحث. بس دول اللستة اللي بياخدوها باقي زمايلك، اما انت فليك عندي لستة مخصوص. هي فين؟ لعبني عليها. اتفضل. انما غريبة اهتمامك بالدراسة السنة دي. هو ايه بعد بابا ما ترقى وبقي سعادة وكيل الوزارة شدد عليك السنة دي ولا ايه؟ وكل سنة وحياتك نفسه اتخرج بقى. هو يؤمر واحنا لينا بركة غير اوامر سعادته. خد دول كمان. انقل الكام فقرة دول هينفعوك. وبكده ابقى وفيت بوعدي وساعدتك. حلق كل ده هنا؟ اصل دي كتب الدكتور يوسف وانا مملوكش اديها لك البيت تنقلها هناك. انقلها وانت قاعد معايا هنا. انا قاعد مستني واحد صاحبي بس اوان. امر الله. من طلب العلا ولو ان ايام الدراسه ما تعوضش. لو بابا سمعك بتقول الكلام ده كان رفدني من الشغل حتى وانا مستقيل. ايه الشكوى دي؟ بتكتب فيها شكوى؟ لا يا فندم. انت مش عارف ان احنا وصلنا ولا ايه؟ يا فندم ابدا. انا اضطريت واصل ساعتك ما بتدينيش حاجه. حقك فين؟ اوفر تايم يا فندم. اوفر تايم؟ اوفر تايم على ايه؟ على انك بتيجي تمضي وتزوق من شغلك؟ وياريتك بتيجي تمضي كل يوم الا في زمايلك بيقولك. انت فاكرني مش عارف ولا ايه؟ يا فندم اصل المحاضرات وظروفي. ولما انت عارف ان ليه بظروف وانا مقدرها اختش على دمك. ده انت حرام فيك المرتب اللي انت بتاخده يا فندم. ولا كلمه. انا هحول الموضوع للتحقيق من النهارده. انت منقول من الاداره دي لغايه التحقيق ما ياخد مجراه ويقرروا اذا كنت هتفضل في شغلك ولا لا. انا اسوي رقص. لا بقى انا زيك. انا لسه سنه اولى. ممكن نتكلم كلمتين على الموضوع؟ بس انا علاقتي ايه بالموضوع؟ انت ما رضيتش برضه ولا تلاتي. انا ما غبتش عن الشغل اللي عشان الدراسه وكلها كم شهر واتخرج. وبصراحه انا بعيش بمرتب يعني الفصل حكم بالاعدام جوع. طب وانا في ايه؟ كتير. انت الوحيد اللي تقدر تاثر عليه. انا اصلا بصراحه وصلت ناس كتير من زمايلنا لكن مفيش فايده. الوالد طبعه حامي قوي ومصمم. بس انا عرفت انك ليك خاطر كبير قوي على ده. يعني لو شرحت له ظروفي هيستحملني كم شهر دول لغاية ما اتخرج واتعين في اي حتة تانية. واضح. شوف مجدي شرح لي ظروفك وانا مقدر. بس ازاي انا ما اعرفش انك اصحاب مجدي؟ ده اخويا الصغير يا فندم. حضرتك ما تعرفش معزيته عندي قد ايه. بس بقى تبطل غياب وتزويد. انا في شغلي ما بقبلش وصايد يا فندم. مجدي ده صاحبي من ساعة ما دخل سنة اولى. بس انا ما كنتش بحب اقول لحضرتك لا تفتكر يعني. بس ارجوك يا شوقي بعد كده. لا ان شاء الله يا فندم هكون عند حسن وان شاء الله هجيب تقدير عشان العين وعيني عشان بعد كده ارد جميل حضرتك.
لما درس المكتب. انا مش هلحق انقل الكلام ده كله دلوقتي، في كلام محتاج لقاموس عشان افهمه، وبعدين انا عايز اعمل بحث كويس مش مجرد سد خانه. ده لازم بابا ابعت لك انذار بالفصل من البيت. مش عشان بابا، ده علشاني انا. انا السنه دي نفسي اتخرج تقدير. اصل انا عندي اسباب شخصيه. ايه ده بقى من ورايا؟ سلام يا شباب. اهلا يا حازم. اهلا يا بشرو، ازيك؟ خلاص يا مجد، اعتبر المقابله انتهت، يبقى تعالى بعدين كمل المحاضرات دي. ولو اني ما عرفتش الاسباب الشخصيه. بعدين بعدين. ازيك يا شو؟ ايه ده يا جدع؟ ما تخليك حلو بقى، بتخبط على حيطه. انا هنا استاذ، ولا عايز العيال تاخد عليا بقى؟ ربنا ما يحكمك على غلابه، هتعملي فيها قراوش. هات 5 جنيه. نعم، سمعت عن حدايه بترمي كتاكيت. ايه ده؟ طب خساره فيك بقى الخبر اللي كنت هقوله لك. لا ارجوك، انا في عرضك. في ايه؟ انت مش كنت عايز حد يدخلك لبلاط صاحبه الجلاله الصحافه عشان ما تمارسش سلطاتك على شويه الكلام زي الغلابه وبس؟ ولقيت حد؟ لا بقى ما عطلكش، هي الحدايه بترمي كتاكيت. امسك. ايه ده؟ ولا 10 جنيه، ومش سلف كمان. امري لله. انا كنت هردهم لك من قسط الفيلم اللي هقبضه بعد بكره، لكن انت بقى اللي جبته لنفسك. هو في حد يشتغل في السيما ويبقى فقير وشحات زيك كده؟ بكره شغالك عندي. انت فاكرني عايزك في الصحافه ليه؟ عشان تبقى الصحفي المخصوص بتاعي، تكتب عن اخبار السينمائيه لما اشتغل مخرج. ومين ده بقى اللي هيعين؟ ده مش على طول، قدامك شويه كده. ايوه يعني كده، طمني. خلينا اطلق الكتب والدراسات العليا الاجباري دي. في اختراع اسمه الصبر. على العموم كل ما تحصل تطورات هجيلك، بس ابقى اتعلم بقى ازاي تستقبل رسولك الى المجد. طيب اهلا. ايه ده؟ انت لسه هتطبخ ده كله؟ ده هيبقى عشا بقى مش غدا. ها غلط يا استاذ حماد، ده عشان اوضبه للاسبوع الجاي، اما اكل النهارده بقى فموجود. ولو كنت حضرتك تعبت نفسك ودخلت المطبخ وحاولت تاكل زي الولاد الحلوين كنت وجدت ما يضرك. ما انا اخاف ابوظ النظام فتزعل، وانت عارفه بقى ان معلوماتي ضحله جدا في الشؤون المنزليه. طبعا هي احسن حاجه عشان الواحد ما يعملش يقول ما عرفش. لكن على مين بقى؟ انا حافظاك سمر. خلاص بقى سامح كريم، اصلا انا بحب استناكي واكل معاكي، تفتحي نفسي كده بقى. حودنا على الاوان، بس انا هفوتك بمزاج على شرط. ايه؟ اغسل مواعين؟ مش كده وبس، في حاجه تاني؟ تنجح وتجيب مجموع، ده اولا. وثانيا تدخل كليه الهندسه زي ما بابا كان عايز. بص يا نجوى، التمارين الاخرانيه خلت عضلاتي بقت بيرفكت. المدرب قال النهارده ان ممكن اكسب بطوله العالم السنه دي. يا ريتك يا سامح تعمل حاجه تانيه. اعمل حاجه تانيه ايه؟ انا سامح شهد بطل كمال الاجسام، اعمل حاجه تانيه؟ شفتي المدرسه خربت عقلك. انا بتكلم بجد يا سامح، يا ريتك حتى تعمل مدرب. ادرب مين؟ عيال الهلافيت الجداد بتوع اليومين دول مش ممكن هيطلع منهم حد عدل. معقول يطلع منهم واحد زي سامح شهدي؟ لا لا، انا ما اتكررش. سامعه؟ ما اتكررش. سامعة ايه؟ سامعة جرس التليفون؟ الو؟ ايوه انا شخصيا. حظك حلو مش كده؟ اسمك ايه بقى؟ اسم لطيف قوي. معجبة من زمان، بتشوفي كل العروض اللي بشترك فيها. وايه كمان؟ لا لا كده ما ينفعش، اشوفك في النادي عشان نتكلم. اوكي باي باي. مفاتيح العربية. على فين؟ ما انت سامعة معجبات. بابي قال ما تخرجش لوحدك. تعالي معايا. لما يرجع بابي من العزبة بأخرج معاه. بقول لك تعالي معايا. أي عندي مذاكرة. كده؟ طب أهو
هي المذاكره اهم مني؟ فوقي. شوفي انت بتتكلمي مع مين. بصي شايفه كل دول انا اللي كسبتهم، ولسه هكسب المره دي كاس كبير قوي قد كده اهو، وهستلم في اكبر احتفال، والناس كلها هتسقف لي، كلهم معجبين بيا، بيقربوا عليا، عايزين يسلموا عليا. يا عزحمه يا على مهلكم، هسلم عليكم كلكم وهكتب لكم في الاوتوغرافات، بس واحد واحد. وسعوا النجوى، نجوى جايه تهنيني. تعالي تعالي يا نجوى، ما تخافيش، تعالي كلهم وسعوني. يا سلام عليك يا فهد. ياه 30 واحد وصاحبها كمان. متشكر جدا يا سياده الرائد. معقوله دي؟ عندك ايه النهارده؟ عماره على التسليم وقعت على صاحبها و30 عامل كانوا بيشطبوا فيها. لا حول ولا قوه الا بالله، من حفر حفره لاخيه وقع فيها. جوابات النهارده كتير قوي يا استاذ وفيق. معلش يا محمود، هي مشاكل الناس بتنتهي. حتى ابوك عمل لي فنجان قهوه يوزن دماغي بعد اخبار الاستاذ علي. حاضر. مساء الخير. اهلا، اتفضلي. ازيك يا استاذ علي؟ ما بين السجون والاقسام هم بتوع الحوادث وراهم غير كده. بس مزادنا مش اجباري. اتفضلي. برضه ضايقتي وانت بتاخدي كل خبر زي ما اتفقنا؟ طبعا انا بسال اكتر من جهه عن الخبر عشان اكون متاكده قبل ما اكتبه. كويس قوي، احنا مش عاوزين حد يعمل لنا مشاكل، اصل ساعات بيطلع خبر مش على مزاج بعض الناس اللي جسرتهم فيه، فممكن يحرجونا ويطلبوا تكذيب والهوسه دي بقى، فعشان كده دايما بقول لك اتاكدي. ما انا بتاكد يا استاذ وفيق، ومش عشان خايفه من الهوسه، عشان الخبر في حد ذاته لازم يكون صحيح احتراما لنفسي وللقارئ. ليلى داخلة الصحافة متشمرة خالص، انت هتتخرجي خلاص؟ كلها كم شهر؟ ان شاء الله تتعيني هنا. الجورنال محتاج لحماسك انت وجيلك، احنا بقى خلاص كبرنا. لا ما تجمعش، انا لسه بكامل قوايا الحماسية. خلاص عشان ما تبقاش لوحدك، ولو ان ليلى مش وش حوادث ولا ايه؟ انا متهيألي ان انا ممكن اكتب في مجالات وموضوعات مختلفة. لو كان لي باب ثابت. ياه باب ثابت مرة واحدة؟ ايوه قسم التصوير. شفت الطموح شباب؟ وهسمي الباب ده يا ليلى. مش عارف، الظاهر ان انا اتسرعت. لما ابقى اتخرج واتعين ابقى افكر له في اسم. انا فين وده كله فين؟ كلها ايام وتمر بسرعه. لكن انت بتتمرني في الجريده بقالك كتير. قربت اكمل سنتين. تاخدي مرتب؟ مكافأة كده على موضوع، لكن أنا بعتبره دخل خاص. اسمع، أول ما توصل نجوى عزمك أنت وهي على حاجة ساعة عشان تعرفوا إن أنا بقيت من أصحاب المرتبات. لا اسمعوه، ده واجب عليا أنا الراجل برضه. دي بقى ما فيهاش راجل وست، عزمك يعني عزمك. على فكرة يا ليلى، انت ونجوى مختلفين قوي رغم انكم صحاب. طب ما انت والاستاذ شوقي مختلفين ورغم كده انتوا صحاب. جيت الحق، هو اللي كان مصاحبني ومصاحبني قوي قوي كمان قبل ما يبقى معيد. وكان مصاحبك ليه؟ يعني والدي كان رئيسه في الشغل. عشان كده؟ وبعدين زمايلي اللي دخلت معاهم معظمهم اتخرجوا وشوقي استمر في الكليه. لكن انت ايه اللي خلاك تتخلف كده؟ حظي الحلو عشان تحصليني ونقضي اخر سنه مع بعض ونبقى دفعه تخرج واحده. انا بتكلم جد. يمكن ما كنتش حاسس بقيمه الوقت او بتضايق من الحاح ابويا ذاكر مش عارف بالظبط، لكن السنه دي حاجه تانيه، عندي حماس غير عادي، عايز اخلص واجيب تقدير كمان. اصلت يا ليلى كده اهو، انت بقى من نوع المنافسه بتحمسه. طب لعلمك بقى انا هذاكر ليل ونهار وهنجح واحتكر لنفسي الجيد جدا. وايه ما تقوليش امتياز؟ ده شيء نادر في الكليات النظريه. على كل حال وريني انت الهم وهات الامتياز. انت برضو متفرغ للدراسه لكن انا اسمي بشتغل. طب ايه رايك بقى عشان تبقى المنافسه عادله انا كمان هشتغل معاك. بجد؟ حقيقي يبقى برافو عليك.
من بكره تعمل اللي حاول. بتراجع ايه دلوقتي؟ براجع نظريات سياسيه. لا احنا مش كنا عاملين جدول مظبوط نبتدي فيه بالاهم فالمهم؟ بابا بلاش حكايه الجدول دي، الماده اللي بلاقي نفسي مفتوحه لها بذاكرها. بس كده ممكن ماده تجور على وقت ماده تانيه وتطلع برضه بتخلف، واحنا السنه دي متفقين. السنه دي ما تخافش. اسمع الكلام بس، فين الجدول؟ الجدول هو بابا مع حضرتك اللي معلقه. شفت بقى التقسيم ده؟ تعال، ما فيش احسن من كده ابدا. احنا عدينا الصفحات في كل كتاب وعاملين توقيت لكل صفحه. امشي انت عليه بس، وانا اضمن لك النجاح باذن الله بامتياز. يا بابا سيبني السنه دي اذاكر بطريقتي، وحاسبني اخر السنه. السنه دي انا المسؤول. مش معنى السنه دي بس، جرب حضرتك وسيبني اتصرف وما تخافش. الله، منظر النيل جميل قوي. تعرف ان بلدنا دي ممكن تبقى بلد سياحيه من الدرجه الاولى؟ فعلا، لو كل واحد مننا حبها حب حقيقي. ازاي يعني؟ مش مجرد كلام او حتى بالاحساس، انما يترجم ده في كل تصرف من تصرفاته. الحب فعلا. انا عايز اعرف عنك حاجات كتير. انت بتديني احساس انك اكبر من سنك. يمكن عشان اتحملت المسؤولية بدري. انا مسؤولة عن احمد اخويا الصغير. هو اصغر منك قوي؟ لا، يدوب 5 سنين. لكن لما ماما ماتت انا كان عندي حوالي 8، واحمد كان يدوب 3. ومع الوقت ابتديت احس اني باخد في حياتي دور ماما. ولما وصلت اولى جامعة بابا كمان بقى، ومن ساعتها وانا مسؤولة عنه مسؤولية. انا كمان والدتي توفت وانا سني 10 سنين. والدي كان بيحبها قوي لدرجة ما رضيش يتجوز بعدها. كان دايما يحاول يحسسني ما فقدتهاش، لدرجة ما كان بيشاركني كل حاجة، الاكل، مذاكرة، حتى النادي. ما كانش يتصور ان انا اقدر اعمل اي حاجة من غيره، لدرجة ان احنا قعدنا نتناقش لحد ما اقنعت ان انا اقدر اجمع اخبار زيك، وفهمت ان ده تمرين ليا. الاخبار دي كده هتبقى اخبار بايتة؟ دي ساعة بقت 5. يا ده انت الوقت معاكي بيفوت بسرعة. عن اذنك. يا عيون بابي، مشاكل الارض زادت قوي، الفلاحين بقوا يدفعوا الايجار بصعوبه. انت عارفه ان احنا خلاص ما بقاش عندنا غير كام فدان. انا ماليش دعوه يا بابي، ما تسيبنيش هنا لوحدي مع سامر. وهو فين دلوقتي؟ في الجنينه بيعمل تمرينات، ما هو طول اليوم على الحال ده. معلش يا نوبه، ده لسه طالع من المستشفى قريب، مش قادره استحمليه. لا يا بابي مش قادره، ولا ساعه ولا دقيقه. ده ابن عمك وجوزك وابو ابنك. انت نسيتي يا نوبه، أنا اللي ما كنتش موافق إنك تتجوزي وأنت صغيرة كده، لكن أنت اللي صممتي. كنت عايزة أفرح بالفستان والزفة وكده، لكن فتحت شبابيك الأوضة؟ أيوة يا بيه. لكن إيه يا نوبة؟ الله، ده ما كانش فيه بنت سعيدة زيك. أنت نسيتي؟ أنا لما كنت باجي أزورك كنت تتمضي الوقت كله تورجيني على صوره والكلام المكتوب عنه في الجرايد، وازاي البنات كلها حاسدينك عشان متجوزه سامح. المفروض بقى يا حبيبتي لما يمر بازمه تستحضره. بابي انا في اخر سنه في الكليه وعايزه اتفرغ للمذاكره، مش انت قلت لي كده؟ ايوه حبيبتي، وعلشان تتفرغي خالص انا دخلت ابنك وليد مدرسه داخليه. ايه اللي ممكن اعمله تاني؟ يا تاخد سامح معاك العزبه، يا تيجي تقعد معانا هنا. العزبه مش ممكن، ده لسه تحت العلاج. معقوله هنيجي كل يوم والتاني عشان نروح للدكتور؟ خلاص يا بابا، يبقى تيجي تقعد معانا هنا، تتكلم مع سامح، تاخد بالك منه. انا مش فاضيه خالص يا بابا. حاضر يا نوى، حاضر، بس لما هتحتاج فلوس هتقولي لي عاوزاها فورا، حتى لو كنت قاعد هنا وسايب شغلي في العزبه. دور وسائل الاعلام في التنميه الاجتماعيه؟ ايوه. ده موضوع كبير قوي عليك، خبرتك انت ايه عشان تكتبي في موضوع زي ده؟ مش حكايه خبره،
أنا كاتبة أسامي المراجع اللي هستعين بيها في البحث، ومحددة الخطوط العريضة لمساره. والدكتور يوسف عارف موضوع البحث بتاعك ده؟ أيوة، وموافق. بس أنا بقى مش من رأيه، ده موضوع كبير، عايزالك على الأقل سنة ولا اتنين عشان تكتبيه، ده إذا عرفت تكتبيه. التنمية الاجتماعية مرة واحدة. أيوة بس أنا ممكن. الامتحان فاضله شهرين، إلا إذا كنت عايزة تقعدي معانا السنة الجاية. طب ممكن تديني فرصة؟ أنا عارفة أنا هعمل إيه؟ وأنا عارف أنا بعمل إيه. اختاري موضوع تاني واكتبيه. الفلسفة لما بتزيد عن حدها بتنقلب لإيه؟ اتفضلي. نرجع المستشفى تاني يا بابي، كفايه انه ضيع عليا الامتحان. نحاول يا نجوى نحاول، يمكن اختلاف الجو وتغيير المكان يريحه ويفيده. خدي المفاتيح دي اديها الفوزيه، تحط الشنط في العربيه وانا هنزل هديه. كويس، انا عايز اروح مشوار، اطلع غير هدومي. ما احنا هنروح العزبه كلنا دلوقتي لما ارجع، وانا مشوار الاول. هات المفاتيح يا سامح. وبعدين يا انكل انفعال وحش عشانك. عايز المفاتيح؟ اوكي بس قول بشويش. يلا سمعني. هات المفاتيح يا ابني. وانا برضو هقول لك بشويش. لا باي باي. يا سامح. يعني بهجت بيه. اكد لك انه هيعيني بالمرتب اللي قالك عليه ده. ايه الحكاية؟ احلف لك يعني؟ بس هو ايه مصلحته في كده؟ ما يمكن قال لك كلمتين كده فض مجالس وبعد كده يطنش. لا انا بقى اعرف اللي مش هتديله فرصة يطنش. ايه؟ واحدة قريبته؟ قريب بطلة الفيلم اللي انا بشتغل فيه، ودي بقى ست جدعة قوي وبتحب الصحافة موت، خصوصا الريبورتاجات اللي بيبقى فيها الصورة صفحتين قدام بعض. بس بهجت بيه ده يعيني وانا هنزل لها صورة بالحجم الطبيعي. قولي امتى ده هيحصل؟ خلاص كلها يومين. لا ارجوك يومين ايه، انا مش قادر اصبر. انت بس عرفني عليها وسيبني وانا هخلص. وانت تخليها تمضي لك قرار تعيينك في نفس اليوم، ومش بعيد تقنعها انك مش بس هتشتغل صحفي، لا صحفي ومخرج وكل حاجه. فضيعه انا بقى. طب اروح معاك وابقى تحت عينيك؟ برضه لا، انا افضل اكون لوحدي. انت فاكرني عايز افضل مساعد مخرج على طول؟ انا عايز المدام تعرف ان كانت هتتوسط لك عند بهجه صدق العمري، فده علشان هي عايزة يبقى لها أتباع مخلصين في بلاط صاحبة الجلالة، وأنا اللي بقدم لها الخدمة دي. يا ابني ليه؟ وماله؟ بس أتعين. مش ابلغ البوليس واعمل شوشره، وانت يمكن يجي من نفسه. مين عارف ممكن يروح فين ولا يعمل ايه وهو في الحاله دي؟ انا اتصلت بكل اللي يعرفوه، سالت حتى في النوادي اللي ممكن يروحها،
اسمعي شوفي لي كده نمرة المستشفى يمكن راح لوحده. الو ايوه انا عربيت ايه؟ ايوه النمره مظبوط. بتقول ايه؟ مش معقول مات؟ ليلى الساعه بقت 12 مش هتروحي تشوفي النتيجه بقى؟ خلاص قربت اهو. طب سيبي لي الباقي، ما تعمليش شغل البيت حجه ولا خايفه تروحي؟ خايفه من ايه بقى؟ ما انا كمان خايف. انت مش قلت لي انك عملت كويس؟ ايوه ساعتها كنت مبسوط وحاسس بالراحه، لكن لما النتيجه قربت تظهر مش عارف ابتديت اخاف. ان شاء الله هتنجح وتدخل كليه الهندسه. ايوه الهندسه. عارف يا احمد انا لو نجحت هيبقى لك عندي حته هديه. طب ما تلحقيني بيها. مش دلوقتي، السنه الجايه. لسه السنه الجايه هتدخل كليه الهندسه ومعاك حته طقم براجل سترونج ومسطره حرف تي وشنطه. بس انا كنت بفكر ادخل كليه نظريه اسهل. ليه؟ هو المعاش هيكفي ايه ولا ايه بس؟ ولا يهمك، ما انا هشتغل بقى وهيصك، مفيش حاجه هتبقى ناقصاك صدقني. يا ليلى الهندسه مش يوم ولا اتنين، الخمس سنين ودراسه عمليه، يعني مش ممكن اشتغل وانا بدرس. معقول تصرف عليا خمس سنين وعشرة كمان؟ ان شاء الله ربنا هيقدرني. انا عايزه احقق اهم امنيه بابا كان بيتمناها. بس حصل وتقدم لك حد مناسب. مش هتتجوزي بقى ويبقى لك حياتك ومسؤولياتك؟ مش قبل ما اشوفك مهندس. حتى لو كان عريس كويس لقطه يعني برضو ترفضي؟ الجواز ما فيهوش لقطه، ده وسيلة عشان أي اتنين بيحبوا بعض يعيشوا سوا بشكل مشروع، وكل ما كان حبهم حقيقي كل ما استحملوا ظروف بعض. مبروك. بس كده خلاص علاقتنا انتهت بالمكان. على قد ما الواحد بيفرح على قد ما يحس بالحزن. حزن؟ حزن ليه؟ والقلق كمان. الواحد بيحس نفسه قدام مجهول ما يعرفش المستقبل مخبيله ايه. بس انت طريقك واضح، هتتعيني في الجورنال. وانت هتعمل ايه؟ مش عارف، غالبا هستنى التعيين وعين الاقي نفسي متعين في حته ما اخترتهاش. انت مش هتدخل الجيش الاول؟ لا انا وحيد. اه صحيح انا نسيت. امال هتعمل ايه؟ عايز تبقى ايه؟ افكر واستشير والدي. انت ايه رايك؟ أنا اللي هحدد لك تعمل إيه؟ يا ريت، أنت أصل أفكارك مرتبة. تعرفي أنا ساعات بحسدك لأنك مش تايهة زيي. حتى لو كانت أفكارك دي صعبة تحقيقها أو الواحد يختلف معاكي فيها، بس المهم عندك حاجة بتدافع عنها، عارفة أنت بتعملي إيه؟ تسافر بره؟ ليه؟ علشان أدرس وأعمل ماجستير ودكتوراه. هتدرس هنا؟ أنا عشتك؟ ما أنت جايب جيد. يا بابا الدراسة بره شيء مختلف، وبعدين هكتسب لغات وهشوف الدنيا. ولزومها ايه الشحطاطة دي؟ من غير دكتوراه ولغات انا ممكن اخليك تتعين في وظيفة كويسة. انا ليا معارف ممكن يساعدوك تشتغل في المكان اللي يعجبك، في الإذاعة، في التلفزيون، في الصحافة. يا بابا انا عايز اعمل حياتي بنفسي. يا بابا انا عايز اجرب اشيل المسؤولية، عايز ابقى انسان تقدر تفتخر بيه. يعني ايه؟ عايز تسيبني والسلام؟ يعني انا السبب في يا بابا ارجوك افهمني. دي مش عايزه مفهوميه. انا منتهش من اعراض الثقافه اللي صارت عليك مره واحده دي. من امتى وانت مهتم تدرس وتاخد دكتوراه؟ ده انا ما صدقت انك اتخرجت. في حد من زمايلك مسافر وعايز تسافر معاه؟ يا بابا وانا بطلب اعمل حاجه غلط؟ مش حاجه غلط، بس واضح انك متاثر بحد. ابصارك من ده اللي يخليك تسيبني وتروح اخر الدنيا. يا بابا صدقني انا مش متاثر بحد. اقعد يا مجدي. يا ابني انا مستعد اخليك تسافر كام يوم فسحه تغير هوا وترجع، واذا كان على الدراسه يا ابني تنسينا على الاقل تبقى قدامي وراعيك. يا
الخمس سنين يا ابن عمر بحاله، وانا متاكد انك هتلص فيهم لوحدك. يا بابا ارجوك بطل تعملني كاني طفل صغير. ايه كبرت عليا خلاص؟ بقى ابوك والعقبه في طريق نجاحك وطموحك. يا بابا ارجوك ما تزعلش مني، انا عايز رضاك عليا، وصدقني المساله ملهاش علاقه بحضرتك، انما بنفسي انا عايز احط نفسي في امتحان واشوف اذا كنت هقدر انجح ولا لا. طب ازاي وانت لا في منحه ولا واخد بعثه؟ انت فاكرني مليونير؟ اجيب لك فلوس منين عشان تدرس خمس سنين؟ هشتغل وهدرس. يبقى لا هتشتغل ولا هتنفع في حاجه، ده انت ما بتقدرش تسقي نفسك كوبايه ميه، تبقى هتشتغل وتدرس كمان. هحاول. يا ابني انت خريج كليه نظريه، يعني مش هتلاقي شغل هناك. هتصرف. يا ابني دي مش عايزه تصغير، دي عايزه عمله صعبه، بلاش تضيع وقتك في محاوله فاشله. بابا انا مصمم على السفر. وانا مش موافق، ولا يمكن هساعدك بمليون واحد على السفريه دي. وبقول لي بقى هتعمل ايه؟ يعني خلاص مسافر؟ ايوه. كنت فين المده اللي فاتت؟ انا حبيت اخلص اجراءات السفر واجي اقول لك. وجهزت كل حاجه، التذاكر وكل حاجه خلاص؟ ليلى انا عايز اقول لك. انا اللي عايز اقول لك، سافر بالسلامه وارجع ومعاك شهاده دكتوراه قد كده، ما دام حددت هدف لازم توصل له. انا عايز اشوف الاصرار. ايوه بس انا عندي هدف اهم وانت عارفاه، تفتكري طول المده والبعد مش هيخلوني افشل في تحقيقه. لو كنت حقيقي متاكد انك عايزه، لا الوقت ولا المسافات ممكن تاثر، بالعكس ده اختبار لاهميته عندك، ومع الوقت كل شيء بيتحدد او بيدوب. يعني هتستنيني؟ سكتي ليه ليلى؟ انا عايز وعد صريح منك، انا مسافر علشانك، عايز ارجع الانسان اللي يستاهل ليلى حقيقي. ده كتير يا مجدي. دي الحقيقه ليلى، ارجوك صدقيني. اطمن يا مجدي، انا مش معقول ارتبط وانت عارف المسؤوليات اللي ورايا، لسه سنين على ما احمد يتخرج ويبقى مهندس، دي كانت امنيه بابا. ليلى انا عايز كلمه صريحه عن كده. مجدي انا ليلى، كلمتك هي اللي هتديني الامل في الاستمرار والدفعه لقدام. هتديني الامل في الاستمرار الدفعه لقدام. وصلت لبعيد؟ باين كده. لحد فين كده؟ الظاهر اني تعبت فسرحت. اللي واخد عقلك يا ستي تهنى بيه. وايه ده؟ انت هتذاكر تاني؟ لا، ولو ان ايام الدراسه ما تتعوضش. امال بتعملي ايه؟ بترجم مصطلحات طبيه لازماني في الموضوع اللي بعمله عن الجراحات الجديده. الله الله الله، ايه الكلام اللي يخض ده؟ بالعكس، ده بيدي امل اللي محتاج علاج من النوع ده. ايوه بس ده موضوع ناشف قوي، اكيد فيه ارقام ونسبه نجاح وحاجات كده. انا مش عايز اكتب مواضيع تسلي الناس واول ما يتلفتوا ينسوها، انا عايز اكسب ثقتهم، اقدم لهم المواضيع اللي تفيد وفي وقتها. طيب امتى بقى هتكتبي موضوعاتك كده باسمك؟ واحدة واحدة. تشيلي بقى، عايزين كده عايزين كده يبقى لنا وصلة. اوعى اموتك. انت تفكر كده يا احمد؟ ده انت ابني، المفروض انك انت تفكر زي كفاءتك وحدها هي اللي ممكن تخليك عايش راسك لفوق، مش بواسطة من اختك. يا عز ويا ويله. هو مين ده؟ اللي حكوني من نصيبه. كتر خيرك. اصله مش هيعرف يسلك معاكي، اصل انت جدعه قوي يا لادة.
يعني زي ما تقولي كده راجل. راجل؟ راجل في عينك؟ هي جدعانة بقت احتكار رجالي ولا ايه؟ بابا العزيز، أنا بخير ولا ينقصني إلا أن تصفح عنا وتتمنى لي النجاح والتوفيق. لا تشغل بالك بأي شيء يخصني، ما زال معي بعض النقود التي أعطيتني إياها رغم غضبك مني. أفتقد وجودي معك، ولكن أريد أن أحقق شيئا، أن أكون نافعا. بابا، لا أعرف ما أقول، فقط أريد أن أعرف أنك صفحت عني. ابنك المحب مجدي. كده يا مجدي، بعد 25 سنة ما فريقناش فيها بعض، تسيبني قاعد لوحدي؟ قسم التصوير، اديني عبد الحميد. أيوة عبد الحميد، بسرعة انزل استناني قدام باب الجورنال، أنا نازل حالا، في حادثة كبيرة على طريق مصر اسكندرية. ايه رايك يا استاذ وفيق؟ عظيم، بتتقدمي بسرعه فعلا. مش بعيد قبل ما تكملي سنه معانا يبقى لك الباب الثابت اللي بتحلمي بيه. ياه، للدرجه دي؟ بس انا مش مستعجله قوي كده، انا عايزه لما اخد فرصه ابقى قدها فعلا. برافو يا ليلى، ده التفكير السليم. مش زي بقيه اولاد اليومين دول، اول ما يحطوا رجليهم في الجورنال متصورين نفسهم بعد سنتين ثلاثه يبقوا قاعدين على كرسي رئيس التحرير. انا متهيألي مش مهم ان الصحفي ياخد منصب، الصحفي بيحقق ذاته من خلال عمله. الو، حاضر حاضر. بياض المقاله. حاضر. النازل مطبعها اودي بروفه الباب، لو جات الجوابات بتاعتي بسلميها بالنيابه عني. ها حاضر. امال فين الاستاذ وفيق؟ اه هات انا هستلم. وفي كمان هتستلمي الجواب ده عشان حضرتك. مساء الخير يا نسال. اهلا يا استاذ شوقي، اتفضل تشرب ايه؟ لازم يعني؟ خلاص ماشي، قهوة سادة. ولو اني مش ضيف، انا تعينت هنا. والكلية؟ شغلانة التدريس دي شغلانة غريبة، الواحد بيحس فيها زي ما يكون اسطوانة مشروخة، اللي يقولوا عيب. بس يعني مش هتفقد احساسك بان ليك مكان؟ انا ما عنديش ميول للتحكم في غيري. أنا ملاحظ إنك واخدة عني فكرة غلط. لا أبداً، بس عموماً أتمنى إن الشغل بينا هنا يخليك تغيري الفكرة دي. رأي مهم للدرجة دي؟ أنت مش أي حد، أنت إنسانة ذكية جداً، ولما هكسبك هحس إن حققت مكسب كبير. متشكرة قوي. يعني بصراحة عايز منك أكتر من الحياد. عايز تعاون؟ أنا هنا لسه جديد وأنت سبقتيني. على فكرة احنا لينا صديق مشترك، مجدي ابراهيم، كان بيكلمني عنك كتير. مجدي كان بيكلمك عني؟ نفسك تعرفي كان بيقول لي يعني مش مهم. عموما احنا هنتقابل هنا كتير واكيد هقول لك، بس ما تعرفيش اخباره بيه بعد ما سافر؟ لا. ايه ده، ما بيكتب لكيش؟ ليه؟ لا ابدا، بطمن عليه، مش صاحبي. سلام. Thank you.
ليلى، أنت دائما معي، ما زلت أشعر بحرارة كفيك بين يدي، يعطيني إحساسا عارما بالقوة والتصميم على أن أواصل ما بدأته. ليلى، إن كان هناك سلاح لي في رحلة التصميم هذه فهو وعدك لي بالانتظار. ليلى، إن كان هناك سلاح لي في رحلة التصميم هذه فهو وعدك لي بالانتظار.